قالت له ما تعرفش ان انا برسم كمان وان عيني عليك من زمان يا ابن الجيران. ما تعرفش ان انا برسم كمان وان عيني عليك من زمان يا ابن الجيران. لو مش مصدقني تعالى نروح اوريك لوح اللي فوق السطوح. وادينا عرفنا ردها على الحاجات دي كلها، طلعت خايبة وطلعت دايبة وفتحة له الباب، وبعد ما عرف ردها على الحاجات دي كلها.